السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام الثانوية العامة الجديد في صور هنشوفه دلوقتي. اشترك في قناة أجيال المدرس حتى تصل لك كل جديد، فعل الفيديو حتى تصل لكل المشاهدين. نظام الثانوية العامة الجديد إلغاء نظام القسمين علمي وأدبي. نظام الثانوية العامة الجديد هيحط وضع الأسئلة الامتحانات عن طريق بنك أسئلة مركزي. نظام الثانوية العامة الجديد الامتحانات ستوضع وتصحح بشكل إلكتروني، ملوش دعوة بالعنصر البشري. نظام الثانوية العامة الجديد الامتحانات هيتم إجراءها في نفس اليوم بجميع مدارس الجمهورية. الثانوية العامة الجديد احتساب أفضل الدرجات في المجموع التراكمي للتقدم أو للتقديم لتنسيق الجامعات. نظام الثانوية العامة الجديد امتحانات الثانوية العامة ستكون على مستوى المدرسة وليس على مستوى الجمهورية. نظام الثانوية العامة الجديد أول دفعة سيطبق النظام عليها ستكون تجريبية ويطبق على الصفين الثاني والثالث فقط. ده نظام الثانوية العامة الجديد، كلام جميل ما اقدرش اقول حاجة عنه. لما نشوف هيطبقوه ازاي، ربنا يستر. اشترك في القناة حتى تصل لك كل جديد. كان نظام الثانوية العامة في صور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.